السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم إرسال واستقبال البريد الإلكتروني، مادة المهارات الرقمية للصف الأول المتوسط. سنبدأ بدرسنا ولنسأل هذا السؤال: هل سبق لك وأن تواصلت مع أصدقائك عبر البريد الإلكتروني؟ هل سبق لك إرسال صور وملفات عبر البريد الإلكتروني؟ لنبدأ في البداية عن الحديث ما هي أهم مزايا إرسال البريد الإلكتروني؟ لإرسال البريد الإلكتروني يوجد العديد من المزايا، منها السرعة مهما كان مكان الشخص، أيضا يعتبر وسيلة تواصل رسمية، أيضا يعتبر من الأدوات المجانية، وأيضا بإمكان إرسال أي نوع من الملفات سواء كانت نصية أو صور أو فيديو، إرسال نفس الرسالة لعدد كبير من الأشخاص. لنتعرف على ما هو البريد الإلكتروني. البريد الإلكتروني هو أحد أهم الأدوات الرئيسية في التواصل عبر الإنترنت، أيضا يعد وسيلة لتبادل الرسائل بين شخصين أو أكثر. يتميز بالسرعة، بحيث يتم استقبال البريد بعد ثوان من إرساله مهما كان مكان الشخص. أيضا إنشاء بريد إلكتروني مجاني عبر أوتلوك وياهو وجيميل وغيرها العديد من المواقع التي تقدم خدمات البريد الإلكتروني. أمثلة على عناوين بريد إلكتروني مثلا: احمد89@outlook.com، احمد اسم المستخدم احمد89، إشارة الآد، ثم اسم مزود الخدمة أوتلوك أو جيميل أو حسب ما يوجد لدينا. يوجد لدينا هنا مزود خدمة outlook.com وهي امتداد الموقع. لنتعرف على أحد أمثلة البريد الإلكتروني. احمد89 هي اسم المستخدم ثم إشارة الآت، وبعد إشارة الآت يأتي اسم مزود خدمة البريد الإلكتروني. .com هو امتداد نهاية البريد، امتداد نهاية البريد. هناك نشاط رتب هذا البريد بحيث يصبح عنوان بريد إلكتروني صحيح. الاسم في البداية سارة 2000 أو سارة 200 عفوا، ثم إشارة at outlook وهي اسم مزود الخدمة dot ثم com وهي امتداد موقع مزود الخدمة. علينا أن نتذكر بأن البريد الإلكتروني أداة اتصال، فلا يجب علينا أن نفتح أي رسالة من شخص غير معروف، لأنه من المحتمل أن تحتوي هذه الرسالة على فيروسات أو برمجيات ضارة قد تضر بجهازك. في حال تعرضك لأي من المضايقات الإلكترونية، عليك أن تخبر من هو أكبر منك. الآن لنتوجه لبرنامج البريد الإلكتروني ونتعرف على طريقة فتحه على جهاز الكمبيوتر أو على المحمول أو غيرها من الأجهزة الإلكترونية المرتبطة بالإنترنت. سوف أذهب إلى إشارة البحث ثم أقوم بكتابة البريد، أو على حسب طبعا اللغة أكتب ميل مثلا، ثم أقوم بفتح هذا البرنامج أو أقوم بفتحه عن طريق، إذا كانت يوجد لدي قائمة اختصار له على شريط المهام أقوم بالضغط على شريط المهام، وسوف يطلب مني أن أقوم بإدراج أو إنشاء حساب مجاني. لو كان لدي حسابات مسبقا استخدمتها تكون من ضمن المقترحة في الأعلى، لكن لو أردت إنشاء حساب مجاني جديد سوف أقوم بالضغط على إنشاء حساب مجاني. الآن سوف نقوم بإنشاء حساب جديد للإيميل لنا أو الخدمة. الآن يطلب مني أن أقوم بإدخال اسم المستخدم. سوف أقوم بإدخال مثلا اسمي وأقوم بوضع أي رموز أريدها في إيميلي أو في اسم المستخدم لي. مثلا اخترت اسمي ثم بعده نقطة ثم السنة ثم الدولة على حسب ما أريد. أستخدم أي اسم أريد أن يكون اسم المستخدم لي، ثم أقوم بعمل أو بالضغط على Next. إذا وافق على هذا الاسم أو على اسم حسابي لم يكن محجوز مسبقا سوف يطلب مني إنشاء باسورد. يجب أن يكون الباسورد أقل شيء 8 حروف، يحتوي على حروف كبيرة وصغيرة. سوف أقوم بكتابة الباسورد الآن. Next.
يطلب مني هنا أن أستخدم هذا الأكاونت دائما، أصبح الأكاونت جاهزا، اسمي @outlook.com. next، الآن قد قمنا بإنشاء حساب بريد إلكتروني. الآن بمجرد دخولي إلى برنامج البريد الإلكتروني سوف نتعرف معا على محتويات هذه الشاشة. في البداية الثلاثة خطوط هذه لو ضغطنا عليها سوف يخفي القائمة. البريد الجديد لإنشاء وإرسال رسالة جديدة. الحسابات، طبعا هنا يظهر لي الحسابات الخاصة بي المضافة على برنامج الإيميل. المجلدات تستخدم لتنظيم جميع المحتويات في البريد الإلكتروني الخاص بي، أستطيع عن طريق المجلدات وضع والاحتفاظ برسائل معينة. علبة الوارد والمسودات والبريد المرسل، طبعا علبة الوارد هي الرسائل التي وردت أو يعني وصلت لي اللي هي عن طريق علبة الوارد، أما المسودات هي الرسائل التي لم يتم إتمام إرسالها إلى الأشخاص. البريد المرسل هي الرسائل التي تمت إرسالها عن طريق استخدام هذا البرنامج. لو نظرنا في الأسفل سوف نجد مجموعة من الأدوات، الأولى اللي هي نفس هاي المفتوحة الآن، الثانية اللي هي الكالندر أو التقويم. التقويم يظهر لي التقويم المعتاد الموجود طبعا في أي مكان، أستطيع إضافة أي حدث على التقويم بالضغط على اليوم. مثلا لو أردت في يوم الأربعاء القادم إنشاء حدث سوف أضغط على أو سوف أختار اليوم ثم أضغط على إشارة حدث جديد. سوف أقوم بكتابة اسم الحدث، مثلا تسليم مشروع. أستطيع تكبير الشاشة. تسليم مشروع يطلب مني الموقع، فأستطيع هنا أن أضع الموقع مثلا أنه في المدرسة. متى سوف يبدأ بتذكيري؟ أستطيع أن أطلب منه تذكيري قبل الموعد بيوم. مثلا أنا لو كان موعدي في 23 وبدي اياه يذكرني يعني لغايه 24 ضل يستمر بتذكيري، ومن تمام الساعه مثلا 8 صباحا حتى 8 مساء خليه يضل يعطيني تنبيه وتذكير عن الموعد اللي هو تسليم الموضوع. وصف الحدث، تسليم مشروع المهارات الرقميه مثلا، ثم اقوم بعمل حفظ. أستطيع أن أقوم بكل شيء عن طريق التقويم بإنشاء أحداث، تمام؟ أما التبديل إلى الأشخاص هذا أستخدمه عندما يكون لدي أكثر من حساب موجودة على البرنامج، أقوم بالتبديل بينها. أما إشارة تو دو بمجرد الضغط عليها، طبعا أنا قبل أن أقوم بعملية تحميله يطلب مني تحميل برنامج التو دو اللي هو لإضافة المهام والتخطيط اليومي. بإمكاني أني أنا أضيف مثلا إضافة مهمة إلى يومي مثلا، أو إضافة مثلا قائمة جديدة. القائمة هاي مثلا لو كانت بدون عنوان أضغط على العنوان وأكتب المشروع النهائي لمادة المهارات. طبعا أستطيع إشراكها مع أي شخص عن طريق إضافة بلس، أو مشاركة القائمة مع أي شخص عن طريق عنوان البريد الإلكتروني. أقوم بإضافة المهام، المهمة الأولى مثلا العرض التقديمي أو الباوربوينت. وأيضا تجهيز الأوراق المطبوعة والمشروع على أو ملف المشروع على الكمبيوتر، يعني أي شيء، أي مهام أنا أريدها، ملف المشروع. أستطيع إضافة أي قائمة أنا أريدها عن طريق القائمة الموجودة في الأسفل، وأستطيع تحديد الوقت، التاريخ، وما إلى ذلك من أشياء أريدها، تمام؟ مجرد الضغط عليها يظهرها لي. بإمكاني أني أنا أصنف نوع المشروع بأنه جميعها هامة، جميعها من القوائم الهامة التي يجب الانتباه ووضع نجمة عليها أنها هامة.
وهكذا بالنسبة للتخطيط اليومي أو to do. الآن لنتعرف على كيفية إرسال أو إعداد بريد إلكتروني مع المرفقات. رح أضغط على إشارة للزائد، والآن من إشارة زائد سوف أقوم بكتابة عنوان البريد الإلكتروني للشخص المرفق وبعث هذه الرسالة إليه. مثلا سوف أقوم بكتابة العنوان، إذا كانت العناوين مضافة مسبقا سوف يقوم بمساعدتي في كتابتها. إذا أنا أريد أن أكتب عنوان مختلف، مثلا أقوم بالكتابة، أضغط على إشارة آت ثم مثلا gmail.com. مجرد ان انا اضغط اوكي او اختار الاسم اللي انا اريده يضع لي فاصلة منقوطة، يعني امكانية اضافة نسخ اخرى. لإضافة نسخة بامكاني ان اكتبها بجانب بعضها، في هناك نوعين من النسخ، النسخ العادية والنسخ المخفية. النسخ العادية هي التي يرسلها للأشخاص مع إظهار جميع النسخ التي تمت إرسالها للأشخاص الثانيين، يعني مع وجود قائمة بالأشخاص التي تمت إرسال هذه الرسالة إليهم. اسم الشخص مثلا الذي أريد أن أرسل إليه نسخة، لكن نسخة مخفية، أريد أن أرسل نسخة مخفية لا يستطيع الأشخاص الموجودين في النسخة أو في البريد الإلكتروني المرسل أن يروا لمن هذه النسخة تم إرسالها. أستطيع هنا كتابة اسم الشخص الذي طبعا أريد أن أرسل إليه نسخة مخفية دون أن يراها الأشخاص الذين تمت إرسال إليهم الرسالة بهذه الطريقة اللي هي السابقة، سواء كان نسخة أو الشخص ضمن القائمة المرسل إليهم. الموضوع مثلا سوف أكتب تسليم مشروع، مشروع تمام. الآن سوف أقوم بكتابة موضوع الرسالة، تسليم مشروع، أقوم بكتابة نص الرسالة، المهارات الرقمية للصف الأول المتوسط، الفصل الثاني، الدرس الثالث من إرسال واستقبال المعلومات، الدرس الثالث وما إلى ذلك. أقوم بكتابة موضوع الرسالة. الآن سوف أقوم بوضع أو إدراج مجموعة من المرفقات. سوف أذهب إلى إدراج، لإدراج ملفات أقوم باختيار أول قائمة وهي إضافة ملفات اللي هي على شكل إشارة المشبك أو الدبوس، راح أضغط عليها وأختار الملفات الموجودة لدي على الجهاز. سوف أقوم باختيار الملف، مثلا لو كان نوع الملف مثلا من نوع وورد راح أضغط على الملف وأعمل له أوبن. بمجرد أني أنا أضغط عليه راح يضيفه في قائمة المرفقات. سوف أقوم بإضافة ملف آخر وليكن ملف مثلا من نوع صورة مثلا أو من نوع إكسل. مجرد النزول واختيار مكان الملف مثلا إكسل راح أختاره وأعمل له أوبن. مجرد أني أنا عملت له فتح قام بإضافته في داخل المرفقات. طيب لو أردت إضافة أيضا ملفات ولكن من نوع صورة أو من نوع فيديو، أستطيع أن أقوم بإضافة ما أريد من أنواع الملفات سواء كانت فيديو أو صورة أو ما إلى ذلك. سوف أختار الصورة التي أريدها بالمرفقات من ضمن الصورة أو من ضمن أنواع الملفات اللي هي نوعها مرفقات. أستطيع إزالة المرفق بالضغط على إشارة X. إذن إشارة إضافة مرفقات، أستطيع إضافة جميع أنواع المرفقات سواء كانت صور أو ملفات باوربوينت، إكسل، فيديو، صورة. أيضا أستطيع أن أقوم بإدراج جدول، مجرد الضغط عليه أقوم بكتابة محتويات التي أريد إرسالها في الجدول، أو أقوم بحذف الجدول إذا كنت أنا لا أريد الجدول أقوم بالحذف ليحذف لي الجدول. أيضا من ضمن إدراج أستطيع أن أدرج صورة بإدراج بالضغط على إشارة صورة ثم اختيار الصورة المناسبة. لو فرضنا هذه الصورة سوف أقوم بإدراجها، لو كانت الصورة حجمها غير مناسب أقوم بالتصغير بالضغط والسحب للداخل من الأطراف كما تعلمنا مسبقا. الآن لنقوم بتنسيق الرسالة. سوف أقوم مثلا أضغط على كلمة المهارات الرقمية، أختارها من نوع بولد مثلا. لو نزلنا في السهم للأسفل أستطيع تغيير اللون اللون الأحمر. مثلا الفصل الدراسي، مثلا كلمة الفصل الدراسي الثاني أريدها أن تكون بالخط المائل، لون الخط أيضا أحمر وما إلى ذلك. الآن قمت أنا بتنسيق الرسالة ويعني المرفقات التي أريدها. أستطيع أن أقوم بإرسال أيضا الرموز والمشاعر،
مثلا أي صورة أنا أريدها أقوم بإرسالها عن طريق الرموز والمشاعر. أيضا من ضمن الخيارات، طبعا رسم أستطيع أن إضافة رسمة بالرسم. أيضا من خيارات أستطيع أن أختار مجموعة من الخيارات، منها أولا نوع أو أهمية هذه الرسالة. إذا كانت الرسالة ذات درجة عالية من الأهمية أختار هذه الإشارة، وهي إشارة التعجب، تعني أهمية عالية. أما إشارة السهم المنخفض أو للأسفل تعني أنها أهمية منخفضة لهذه الرسالة. أستطيع أيضا أن أرسل من أي بلد مثلا. ومن الأشياء الهامة جدا التي يجب الانتباه عليها وهي التدقيق الإملائي الموجودة في داخل الخيارات. مجرد أنه حددنا نوع الرسالة أهمية عالية أو منخفضة، هناك خاصية التدقيق الإملائي وهي هامة جدا لما نرتكبه أحيانا من بعض الأخطاء أثناء كتابة الرسالة. فمثلا هنا الرجاء إرسال الملفات، قمت بخطأ هنا في كتابة الملفات، سوف يظهر لي خطا أحمر بأن كتابة الملفات خاطئة. أستطيع عن طريق التدقيق الإملائي الضغط على التدقيق الإملائي لي طبعا إما تعديل الكلمة من الخيارات المضافة أو مسح الكلمة وتعديلها من جديد. الملفات بوضع حرف اللام بدل الألف. الآن تم تعديل الرسالة، أصبحت خالية من الأخطاء، التلقائي، التكبير، البحث وما إلى ذلك. إذن أختار نوع الأهمية أنها من ذات أهمية عالية. ثم أقوم بإما تجاهل الرسالة إذا أردت إلغاء إرسالها أو إرسال الرسالة، فيقوم الآن بإرسال هذه الرسالة إلى الأشخاص المعنيين الذين تمت طبعا كتابة أسمائهم في داخل البريد الإلكتروني. الآن لو رأينا البريد المرسل سنرى أن الرسالة التي تم إرسالها الآن هي اسمها تسليم مشروع، وطبعا لو ضغطنا عليها رح نشوف الرسالة التي تمت إرسالها، درجة أهميتها، هل يوجد فيها مرفقات أو لا. طبعا هو بيظهر لي أنه يوجد فيها مرفقات وما إلى ذلك من الأشياء الهامة التي أريد معرفتها عن إرسال الرسائل. لو أردت طبعا في أحد الرسائل التي قمت بإرسالها مسبقا أردت إرسالها إلى شخص آخر، إعادة توجيه أي رسالة، أقوم بالذهاب إلى البريد المرسل، أختار الرسالة التي أريد إرسالها لشخص آخر. مثلا هذه الرسالة أريد أن أقوم بإرسالها لشخص آخر، مجرد الضغط عليها تفتح لي هذه الرسالة. أقوم بإعادة توجيه هذه الرسالة لشخص آخر، مجرد الضغط على زر إعادة توجيه أستطيع هنا أن أقوم بكتابة العنوان الجديد الذي أريد أن أقوم بإعادة توجيه الرسالة إليه. مثلا أقوم بكتابة العنوان البريدي. وإذا أردت إرسال نسخ مخفية أو نسخ ظاهرة لأشخاص آخرين نستطيع الضغط على هذه الإشارة لإظهار النسخ والنسخ المخفية. كان هذا كل شيء أردنا معرفته عن طريق إنشاء البريد الإلكتروني، إرسال الرسائل وما إلى ذلك من هذه الخصائص. الآن سوف نقوم بحل التمرين، هذا التمرين المطلوب منا لنطبق معا هذا التدريب المطلوب منا. لنلاحظ بعض هذه الإشارات، نذهب إلى برنامج البريد الإلكتروني ثم نقوم بالرجوع إلى هنا. لو ذهبنا إلى البريد الإلكتروني سنجد بأن هذا السهم الذي هو بهذا الشكل معناه أنه رد. أما الرد على الكل هو السهم بهذا الشكل ويوجد عليه سهم مزدوج في الأعلى. إعادة التوجيه هي الخط أو السهم المستقيم. الأرشفة والحذف معروفة. يوجد لدينا هنا البحث والتكبير، البحث إلى اليمين والتكبير إلى اليسار. إذن إشارة البحث هي اللي هي إشارة المجهر ولكن إلى اليمين، أما التكبير إلى اليسار. لو ذهبنا إلى الحل سنجد بأن هذه الإشارة معناها أو توحي لنا بأهمية الرسالة ذات أهمية عالية. أما الرد حكينا هذا السهم، إرفاق الملفات إشارة المشبك، والبحث هي الإشارة الذاهبة إلى اليمين، والتكبير والتصغير إلى اليسار، وإعادة توجيه هي الخط المستقيم. كان هذا حل التمرين في الكتاب. لذلك نقول
كون قد تحدثنا عن طريقة إرسال رسالة إلكترونية عن طريق بريد جديد، واتفقنا بأن هناك مسودات يعني رسائل لم يتم إرسالها، وأيضا يوجد لدينا علبة وارد إذا كانت هناك رسائل قد وصلت أو وردت إلينا، وعلبة البريد المرسل سوف يظهر لي أن هناك رسائل تمت إرسالها في البريد المرسل، وأنها تحتوي أيضا على إشارة المرفقات أو إشارة المشبك الظاهرة على اليمين أو على يسار الشاشة اللي هي من اسم الرسالة. شكرا لكم، تحيات.